تم بعون الله سبحانه وتعالى اليوم توقيع عقد الشراكة الخاص بموضوع الخدمة والجباية لمدينة الموصل الجانب الأيسر من هذه المدينة. الحقيقة بموجب هذا العقد ستتكفل الشركة بإيصال التيار الكهربائي إلى جميع المناطق من ضمنها العشوائية ومن ضمنها المتجاوزين، ولكن بطريقة معقولة وبطريقة مهنية وعلمية رصينة. بموجب هذا العقد أيضا سيتم تأمين استمرار الطاقة الكهربائية لجميع الساحل الأيسر، جميع المشمولين بهذا العقد بمدة لا تقل عن 20 ساعة. والحقيقة هو العقد لازم يكون مستمر 24 ساعة، ولكن في أسوأ الاحتمالات لا تقل ساعات التجهيز عن 20 ساعة. أيضا سيقع على عاتق الشركة أنه تأهيل وتحسين الشبكات المتضررة في الأحياء التي تعرضت إلى الضرر والأحياء المتقادمة فيها الشبكة الكهربائية. الحقيقة احنا طرفا العقد هو وزارة الكهرباء وشركة كار، ولكن المستفيد الأول من هذا العقد هو المواطن، فيعتبر الشريك الأول هو المواطن والمستفيد الأول هو المواطن. المستفيد الثاني هو وزارة الكهرباء من خلال تأمين الميزانية التشغيلية عن طريق الإيرادات التي ستجبى من قبل الشركة وتدفع لوزارة الكهرباء، بذلك سيتم تأمين الرواتب وتأمين الصرفيات التي تحتاجها الدائرة لإدامة عملها. والطرف الأخير في هذه المعادلة هو الشركة. احنا نتأمل ومن أهلنا في مدينة الموصل التعاون معنا لإنجاح هذا المشروع، لأنه بالنتيجة سيصب في مصلحتهم وستكون نتائج إيجابية وسيلمسون ذلك إن شاء الله. على بركة الله وقعنا عقد الشراكة مع شركة توزيع الكهرباء نينوى، وإن شاء الله بإذن الله هذا العقد سيخدم أهالي محافظة نينوى، وهو عقد شراكة مثل ما تفضل الأستاذ زيدان، ويقدم خدمة لأهل الموصل، خدمة وجباية لقطاع الطاقة الكهربائية، وإن شاء الله هذا كله يصب في مصلحة المواطن، والمستفيد الأول من هذا العقد هو مواطن الموصلي، ومن ثم الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال ممثلة بشركة توزيع نينوى، ومن ثم شركة كار بالمرحلة الأخيرة. نتمنى الموفقية إن شاء الله للجميع. الطريقة اللي راح تتم بها يعني توزيع الطاقة الكهربائية للمواطن، كيف هي الطريقة؟ هو نفس النظام اللي موجود، هي الشبكة موجودة بس اللي تحتاج لها إلى إعادة تأهيل وصيانة، وقسم من المناطق ليس فيها تجاوزات، فالعملية هي إزالة التجاوزات، معالجة الأعطال، تجديد قسم من عدها، قسم من المناطق اللي تفتقد حتى إلى الشبكات الكهربائية، فهذه راح تكون إن شاء الله نقوم بها. الميزانية مذكور بالعقد، بالتأهيل، ويصير ورا المسح الشبكة يصير تحديد الكلفة الممكنة إلى اللي هو كل فقرة بأسعار مالية.